بين تو وين بدل عشان تربح او ايش تفوز او تفوز بدل عشان تفوز بدل عشان تربح مش مهم المهم انك تبدل في نادي الدرجات الهوائيه ويسرنا من خلال هذه اللقاءات الميدانيه في مركز شراء شباب كفر قرع ان نقدم لكم مجموعه من اللقاءات من خلال مشاركتنا في فعاليات مكافحه العنف في المجتمع دعونا نتابع هذا التقرير هذا اللقاء عن هذا النادي المميز والخاص طبعا النادي هذا كان بالبداية قبل تقريبا 4 سنين أو 5 سنين بكاش له اسم وانتو الشباب هذول اللي شايفينهم هم الشباب اللي هم بدوا عندي كمبتدئين واليوم الحمد لله وصلوا بعد طبعا شغل كثير على الشباب هذولا لحد ما وصلوا هاي المرحلة اللي هم موجودين فيها طبعا هنا بدناش ننسى انه الشباب هنا برضو غير سبين تو وين موجود الوادي رايدرز في فردين هنا انضموا للفريق لانه الفريق الوحيد اللي موجود في المنطقة اللي هو بيجمع بين الرياضة كهواية وكاحتراف جدا مهم وجدا مهم انه نشدد على هاي النقطة طبعا الفريق هذا بضم افراد اللي هم بالاجيال من 9 سنين اللي هو طبعا اصغر هذا نادي متميز يعني طبعا هذا نادي متميز مشروع متميز 100% طبعا اللي جيل هنا ببلش من 9 سنين في عندي ولد واحد اللي هو ابني من 9 سنين لحد 28 سنة في عندي شباب اللي هم بتدربوا المجموعة اللي انتم شايفينها هم شباب اللي بتدربوا كاحتراف مش بس كهواية كرحلة وبس بأخذوا برامج تدريبية بشكل دقيق وبأخذوا هاي الشغلات عن طريق التلفون أبليكاتيا إشي منظم وطبعا أنا براكب كل التدريبات تبعاتهم حسب التخطيط إذا هو من ناحية القلب أو الجراف تبع الليف الأوميتس تبعهم المقامات تبعهم أو حسب القوة اللي هي بالباتنج وهذا جدا مؤد مركب هذا الشغلة هاي مركبة ومعقدة وهل مجتمعنا العربي بصراحة أخي عيسى لديه الوعي الكافي لكيفية التصرف وقيادة الدراجة الهوائية؟ للأسف الشديد كثير بشوف ناس اللي هم بيقودوا الدراجة بشكل خاطئ بل هاي الظاهرة وهم بحاجة لإرشادات في دراجات اللي هي مثلا المكياس تبعه هو إكس لارج والشخص نفسه بحاجة لميديوم يعني زي ما أنت بتروح تلبس بلوزي وبتشتري بلوز اللي هي اكس لارج وهي فضفاضة عليك فهي غير مناسبة وغير هاي بس هنا طبعا الفرق انه الدراجة اذا هي بتبقى اكس لارج وانت مناسب لك ميديوم فهناك بشكل اصابات هاي شغلة واحدة الشغلة الثانية بشوف كثير شباب اللي هم بيقودوا الدراجة بدون حتى اولاد بدون خوذة وهذا جدا مهم عدة اصابات اللي تسجلت بالفترة الأخيرة واللي قبل بدون طبعاً اللي بدون خوذة فهو بشكل خطر على حياته ممكن إنه حادث واحد يؤدي للولد أو للشاب ممكن تؤدي لوفاة أو لإصابة بالغة في ظاهرة جداً إحنا نلمسها اليوم إحنا قبل كنا نشوف فقط الشباب يقودون الدراجة الهوائية اليوم نشوف الأب بنشوف اليوم الأخت بنشوف فتيات بنشوف رجال بنشوف آباء بنشوف كبار في السن صحيح. كيف كنت تنظر إلى هذه الظاهرة؟ طبعا ظاهرة جدا أول شيء بتجمع بالعائلة بتجمع العائلة إذا هي عائلة فجدا هذا الإشي تعال نقول بفيد وبنفع بتوطيد العلاقة إن كان بالعائلة أو إن كان بالمجموعات اللي هم حتى بشوف من عدة بلاد بتجمعوا لا هدف واحد هو لكيادة الدراجة والمتعة بالطبيعة من خلال طبعا حرق طاقات وهذا جدا انك تحرق طاقة بجسمك مشان تجدد الطاقة من جديد من ناحية صحة ومن ناحية برضو اجتماعية يعني اليوم الشباب لما بيجتمعوا مع بعض على هذا الشيء فجدا انا متأكد انه الطاقات السلبية بتختفي تحدثت كلمات جدا معبرة طاقات سلبية تحدثت عن الطبيعة تحدثت عن أمور اجتماعية ونحن في أوج هذا الشهر الحافل بالفعاليات هل لك من رسالة تقولها لأبناء المجتمع من أجل مكافحة العنف والحد من كل ظواهر العنف ونشر التسامح طبعا تعال نتخرف بالنسبة لحوادث العنف العنف هي أكيد ما جتش من فراغ فهنا اكيد في طبعا هناك مضاعفات من خلال مجتمعنا اللي هو
مليء بالفراغ للشباب. هاي الشباب هاي فيش عندها إشي تسويه، فهنا أكيد أنت بتعمل الظرف المناسب إنه الشاب هذا يروح على الانحراف وينحرف، وبتعمل له الظروف، بتهيئ له الظروف. فمهم جدا انه اذا انت الشباب هاي في لها اطار معين، انه ان كان رياضي او ان كان اجتماعي، فاكيد هذا الشيء ببلش. طبعا بدنا كثير شغل، هذا الشيء ببلش ينزل في مستوى العنف. العنف هو اصلا بيجي من الشباب، من ما اظنش انه في اولاد اللي هم عمرهم 7 سنين و8 سنين بيعملوا عنف. العنف بيجي من الشباب اللي انشغل عليهم غلط في البدايه، عندهم الان فراغ. فهنا انا بدعو الناس، ومهم جدا انه اولادهم من البدايه، من هم صغار يبلشوا يدخلوهم لاطار، يحببوهم بهوايه، ان كان رياضه، ان كان اشياء معينه، حتى شطرنج، حتى كل شغله، مش حتم رياضه الدرجات، لانه رياضه الدرجات هي مش مناسبه للكل. في ناس بيحبوش رياضه الدرجات، في ناس بيعشقوها. فهذا جدا مهم انه توجد اطار لابنك لبنتك، مشان انت تمنع انه هذا الولد او هاي البنت توجه لهاي المحلات. اكيد لانه بالنسبه لي الشوكليت بمتعه اول شيء، ثانيا بيعطيني اشباع لنفسي، انه اشباع ذاتي، انا برفه عن نفسي، بطلع طاقات كثير بالبسكليت بدل ما اطلعها محل ثاني اللي ممكن توديني على اشياء مش مليحه. اول مره بتخاف، ثاني مره بتخاف. انا اول مره هم ما زبطتش، ثاني مره زبطت. بدك تك عندك قوه كلب، انا فيش بدك تسخى، يعني عشان توصل لدك تك محترف بدك تبكى تسخى، بدك تكش تخاف من اشي، يعني بالاخر وقعت بطيب ترجع. انا جديد اللي جار راجع على البسكليت، بك عندي 9 4 اشهر ما جبتش، بس فيش ذا تياس توصلش. اضافه الى الاحتراف، يعني ايش اعطاك هذا النادي، ايش اعطاك اعطتك هذه التدريبات غير الصحة؟ اعطتني قوة شخصية كبيرة، انا بخالط ناس، بس احكي مع الكل، بطلت خاف من اشي، انك منفتح على الحياة. ايش بتقول لهؤلاء الشباب الذين يعني يذهبون الى طرق قد تؤدي الى ظواهر سلبية والى عنف مثلا؟ تعبي وقت فراغك باشياء مسلية، باشياء مفيدة اللي تفيدك وتفيد مجتمعك، بدل ما انت تروح على في ناس بعرفها يعني مثلا بصهر ساعات متأخرة وبعمل اشياء غلط. انا مثلا كمحترف ومش كمحترف، كانسان بيمارس الرياضة لازم تنام ساعات معينة وتنام بدري، فمستحيل تقدر تطلع وتسهر وتتأخر برا الدار وتلتكب بالمجتمع اللي ممكن يوديك على المحلات الغلط. لانه انا حسب رأيي الدراجة بتعكس اخلاقك، فانت شو بتسوي على الدراجة هذا انت، يعني لازم تتصرف باخلاق. الشارع له قوانين، الشارع مش لك لحالك، في غيرك مستخدمين للشارع، فلازم انت تهتم، لازم تعطي حق اولويه لغيرك. فالشارع مش ملكك ولا الوعر ملكك، فتصرف باخلاق واعطي لغيرك يمارس. يعني فيش مثلا مرات بشوف كبالي انا انه بفوتوا بين الناس بالبسكليت وبذايكوا، مرات بذايكوني انا على بسكليت، فبرضه مش ليلك لحالك، دير بالك كشاب. يعني أي كلمة تحب تقدمها لجمهور الشباب، للمجتمع، من أجل نشر التسامح والمحبة ومكافحة العنف؟ زي ما أنا قلت قبل إنه أنت لازم الرياضة بتعبي وقتك، فمش عادي أنت كنت تتمارس الرياضة إذا أنت مثلا بتحبش الرياضة، بتحبش تتعب، بعبي وقتك بشي مفيد، تقرأ كتاب مثلا، اعمل إشي اللي يبعدك عن المجتمع اللي بوديك على محلات غلط. يعني شوفت حدا بدخن مثلا ابعد عنه، حاول تلقى صاحب ثاني اللي هو يدلك على الطريق الأصح.